مع تصاعد عمليات السطو على شاحنات المساعدات الغذائية الداخلة لقطاع غزة، أكدت مصادر من حركة حماس للحدث أن المسلحين يهاجمون الشاحنات تحت أعين الجيش الإسرائيلي باستخدام نقاط تفتيش مؤقتة أو بإطلاق النار على إطاراتها، كاشفة عن أن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين عصابات اللصوص والجيش الإسرائيلي في تغطية أعمالها وتوجيه مهامها وتوفير غطاء أمني لها. وقالت إنه خلال الأسبوع الماضي فقط تعرضت 98 شاحنة مساعدات غذائية من أصل 109 للنهب. وأضافت أن إسرائيل تتحمل المسؤولية بحكم أن عصابات السطو تعمل تحت حماية الجيش الإسرائيلي وتتحرك بكل سهولة تحت أنظاره. معي مباشرة من دير البلح مباشرة إذا من هناك أمجد الشوة، مدير شبكة المنظمات الأهلية في فلسطين. أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث. دعني أسأل في البداية، التفاصيل التي ترشح حتى هذه اللحظة تجاه التقارير التي تقول إن عصابات سطو تقوم بالسطو على هذه المساعدات أو قوافل الشاحنات تحت أنظار الجيش الإسرائيلي. نعم، يعني هذا بالفعل ما يحدث اتجاه هذه القوافل بعض قوافل المساعدات التي تدخل من ممرات يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على سيارات وشاحنات التي تقل المساعدات من خلال نقاط معينة يسيطر عليها هؤلاء المسلحين ويسهل بذلك عملية السيطرة والسطو على هذه المساعدات التي تدخل. ولكن دعني أشير بشكل سريع، منذ بدء هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي يستهدف منظومة سيادة القانون في مقدمتها الشرطة المدنية التي كانت توفر الحماية والأمن لسيارات المساعدات في مختلف المناطق وتسيرها في كل الاتجاهات، وكان هذا أمر معلن من قبل نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي باستهداف الشرطة المدنية، وكذلك حتى من كان يقوم بحماية هذه المساعدات تم استهدافه من فرق تأمين سواء قطاع خاص أو غيرهم من عشائر أو غير ذلك يتم استهدافهم أيضا. فبالتالي ترك المجال أمام هذه العصابات للسيطرة على هذه المساعدات والسطو عليها، وكذلك ما يدخل عبر المعابر هو كميات قليلة يسهل جدا السيطرة عليها في ممرات يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وتحت المعابر في معظمها هي تحت السيطرة الإسرائيلية. نعم، يعني قبل موضوع الحديث عن المعابر نبقى يعني في ضوء هذه الجزئية، إلى أي مدى يمكن توصيف ما يجري؟ نعم. بأن إسرائيل لا تريد لهذه المساعدات أن تدخل إلى قطاع غزة، إحنا كنا سابقا نتحدث عن 500 شاحنة مساعدات تدخل إلى القطاع، هذول يمكن 500 شاحنة ما بيفوتوا قطاع غزة خلال الشهر كامل، لكن إلى أي مدى تجد إسرائيل مثلا أن تسهيل موضوع السطو على هذه الشاحنات طريقة موازية في سبيل عدم وصولها للمدنيين الفلسطينيين في القطاع؟ يعني اولا هناك طرق بديله للطرق التي تسيطر عليها هذه العصابات، هنا الطريق الحدودي الذي تدخل من خلاله كميات قليله من المساعدات، هناك الان معبر ما يسمى معبر كيسوفيم بالامس دخلت من 20 ل 30 شاحنه من خلاله ايضا، ففي هناك ايضا هناك محور فيلادلفيا الذي يمكن ايضا ان تدخل من خلاله المساعدات، ولكن الاحتلال يفرض مع ممرات يسهل السيطرة عليها وسرقت هذه المساعدات وتسيطر عليها هذه العصابات وهي تحت حماية الاحتلال في مناطق مسيطرة عليها من الاحتلال الإسرائيلي. هذه العصابات موجودة بالفعل في مناطق مسيطرة عليها من قبل الاحتلال سواء فعليا أو من خلال طائرات الكواد كابتر التي تراقب المشهد، وكذلك تم مهاجمة حتى من يقوم بحماية هذه المساعدات. فالأمر واضح تماما أن الاحتلال يسعى لتعميق الأزمة الإنسانية ويذر الرماد بالعيون أنه يدخل مساعدات، ولكن هذه المساعدات تسرق، هي مساعدات قليلة ولكن يتم أيضا سرقة جزء منها بشكل فج من قبل بعض الجماعات، ولكن نؤكد مرة أخرى أن المسبب الرئيسي لهذه الأزمة وهذه المعاناة هو الاحتلال حتى في هذه السرقة وهو يتحمل المسؤولية تجاه هذا الأمر. أستاذ أمجد، أين يعني تذهب هذه المساعدات؟ برضو يعني سؤال مطروح، يعني تدخل هذه القوافل وإن كان عددها قليلا، طب وين بتروح بعدين هذه المساعدات؟ شكراً
نعم شكرا. يعني من يمثق لهذه المساعدات هو برنامج الغذاء العالمي وهو مسؤول عن البعد اللوجستي في إدخال هذه المساعدات، ومن ثم يتم توزيعها على المؤسسات التي جاءت لها التي تملكها، سواء مؤسسات دولية أو مؤسسات فلسطينية، ويتم توزيعها من خلال أولويات قصوى، سواء للأسر التي تقودها نساء وهن أرامل، أو لعائلات يقودها أشخاص ذوي إعاقة أو جرحى أو أسر أكثر هشاشة في المجتمع. فبالتالي هناك إشكالية كبرى فيما يتعلق بعملية التوزيع، ونحن ندقق في الأولويات بشكل كبير جدا، والآن هي مشكلة كبيرة. ولكن ما يدخل مثلا من طحين يتم توزيعه على المخابز الأساسية التي تعمل على إنتاج الطحين، واليوم هناك مشهد قاسي جدا، عشرات الآلاف من المواطنين أمام المخابز التي توقفت قبل أيام على العمل، والأمس دخلت 20 شاحنة طحين وتمكنت هذه المخابز لتعمل ربما اليوم وغدا في حال لم يتوفر الطحين من جديد، وهناك عشرات الآلاف. فبالتالي نحن نتحدث عن أيضا مساعدات بمشتقاتها المختلفة، سواء تلك المتعلقة بالغذاء أو بالماء أو بالهايجين، موضوع مستلزمات النظافة، وكذلك بمستلزمات اللواء، وجميعها تدخل ضمن إطار من 20 إلى 30 شاحنة بالمجمل، يعني شاحنة عددها قليل جدا. وكذلك الحاجات كبيرة جدا، نحن نتحدث عن أكثر من 2 مليون فلسطيني باتوا جميعا في إطار الحاجة للمساعدة بأشكال المختلفة. حين كانت تدخل المساعدات عن طريق منظمات الإغاثة أو المنظمات الأممية العاملة في هذا المجال، هل كانت ترافقها في ذلك الوقت قوات الشرطة؟ ولماذا لا تطالب هذه المنظمات بالفعل بوجود قوات، وجود هيئة، مجلس، سميه ما شئت، ليرافق وصول هذه المساعدات إلى المحتاجين من أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين؟ يا سيدي، تعمقت الأزمة بالفعل فيما يتعلق بدخول المساعدات بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي وتدمير معبر رفح مع مصر، فكانت تدخل المساعدات ويتم تسهيل دخولها من خلال الشرطة المدنية التي كانت موجودة في تلك المنطقة، ووصولها من رفح إلى مناطق أخرى سواء خان يونس أو المنطقة الوسطى. ولكن بعد السيطرة تم تحديد دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم فقط، وتقييد دخوله بكميات قليلة جدا، لا يمكن الحديث عن 500 شاحنة، ولا مرة وصل هذا العدد يوميا. نحن نتحدث عن في أحسن الأحوال حتى فترة معبر رفح كان دخل 200 شاحنة، اليوم في أفضل الأحوال إن دخلت 60-70 شاحنة وتمكنت من الدخول، هذا شيء كبير جدا. وفي وقت أنه احنا نحتاج يوميا إلى أكثر من 700 شاحنة لتغطية الاحتياجات اليومية لقطاع غزة. نحن على نقاش واسع وحوار مع كل الجهات الدولية، وكان آخرهم نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وتم التأكيد على ضرورة فتح المجال أمام الشرطة المدنية، وهي شرطة محمية وفق القانون الدولي، أن يتم عملها وحمايتها من أجل توفير الحماية لهذه المساعدات، لما تشكل هذه المساعدات من أولوية قصوى في اتجاه حياة المواطنين وصحتهم. اليوم الأمور تزداد سوءا، لا يمكن لأي كان أن يستبدل دور الشرطة المدنية، حتى الشركات القطاع الخاص هناك مسؤوليات باتجاه أرواح وباتجاه مساءلة، فبالتالي من يتحمل المسؤولية هي بالفعل الشرطة المدنية التي يجب أن تقوم بدورها باتجاه هذا الأمر، إلى حين الاتفاق على أشكال مختلفة يجب إتاحة المجال أمام الشرطة المدنية، أو أيضا العمل باتجاه فتح ممرات لدخول هذه المساعدات بعيدا عن أيدي هذه العصابات وهذه الجهات التي تعمل على السيطرة والسطو على المساعدة. نعم، إذن من دير البلح أمجد الشوى، مدير شبكة المنظمات الأهلية في فلسطين، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا ويعطيك العافية.